السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. اليوم في قناة مطبخ وتدابير سارة راح ندير معكم وصفة تاع موسكوتشو بالياغورت. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ بسم الله على بركة الله بالمقادير. لهذا الموسكوتشو نحتاج 4 حبات بيض. عندي هنا علبتين من الياورت طبيعي، هذا ياورت ناتشور هذا، وهذه هي العلبة اللي كيلت بها. دونك درت 2 علب ياورت، 2 علب سكر، 2 علب زيت. دونك بنفس العلبة كيلنا الياورت سكر والزيت. ايضا نحتاج الى 4 علب من الفارينة، دائما بنفس العلبة. عندي كيسين من الخميرة الكيميائية، وكإضافة هذا اختياري بطبيعة الحال، عندي القليل من الزبيب اللي كنت شوية شمخته في المزهر، شوية تاع لي بيبي دو شوكولا، وعندي أيضا مبشور البرتقال لو زيست دورونج. باش نزينو بعد الكيكة تاعنا نحتاج إلى شوكولا. نبداو بالتحضير. بسم الله، حطينا البيض، نزيدو السكر، نضربو غير شوية بالباتور. هنا تقدروا تستعملوا أيضا الخلاط اليدوي أو الضرب اليدوي. الهدف تاعنا برك أنو نبداو نذوبو شوية السكر فقط. نزيدو الزيت، ياغورت، بالإضافة للمبشور. نكملو نضربو. بزاف هاد الموسكوتشو. دوك الان نضيفو الخميرة الكيميائية مع الفارينة. بسم الله، ندير نص تاع الخميرة الفارينة عفوا، بعد نزيد الخميرة ونكمل الفارينة. هنا نبدأ غير بالعقل. نحبط هذه تاع الأطراف. الاخير عفوا مقبله ما قلت لكمش بلي نديرو ملعقه كبيره من الخل، راح نضيفو ملعقه خل كبيره. هذه راح تخلي لنا الموسكوتشو تاعنا يجي خفيف. Thank you.
تاعنا الخليط تاعنا راهو جاهز، نفرغوه. في مول اللي كنت انا دهنته مسبقا بالمارغرين، بسم الله نفرغوه درك. قبل ما نبدا نخدم انا كنت سخنت الفرن، شعلت له باش يسخن على 180 درجه باش غير نكمل نحط الموسكوتشو تاعنا يطيب. دوك هنا واش راح ندير؟ راح ندير هاد الزبيب ونزيدو لي بيبيت دو شوكولا، بعد كي يكون يطيب يحبطو. دوك انا واش ندير؟ ندخلها الفرن طيب، طيب حوالي 45 دقيقة، وكل وحدة بطبيعة الحال والفرن تاعها نديروها طيب. غير طيب نشوفوها طابت، كيفاش نعرفو؟ اننا ندخلو يا اما بيك يا اما موس، ندخلوه لداخل. الى خرجنا ناشف نعرفو بانه الموسكوتشو تاعنا طايب، ولا خرجنا مازالوش مشمخ شوية نعرفو بلي الموسكوتشو مازال ما طابش، نعاودو نرجعوه يطيب. فوالا نتلاقاو من بعد ما طيب بعد ما يطيب الموسكوتشو تاعنا ان شاء الله. بعد ما طاب الموسكوتشو تاعنا انا خدالي في الفرن على درجه 180 درجه، خدالي 45 دقيقه، طفيت له خليته برد شويه. من بعد بدوبت شوكولا ودرت له الكلاصاج تاع شوكولا ورشيته شويه هكذا بالمكسرات، عندي شويه جوز شويه بيستاش خلطتهم ودرتهم الفوق. هنا التزيين يقعد اختياري، تقدروا ايضا هذا الموسكوتشو ما ديروا له والو، تخلوه هكذاك. فوالا دوك نقسمها معاكم. بسم الله الموسكوتشو هذا يجي بزاف خفيف بنين. نحاول كيفاش يجي، شوفوا يجي بزاف طري. ها نتمنى انكم تجربوه وينال اعجابكم، والى فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.